فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التحلق المنهي عنه يوم الجمعة هل المراد به إقامة حلق أم وضع العلم يقول المطلق؟ إيش؟ هل التحلق المنهي؟ التحلق لطلب العلم هو اللي منهي عنه يوم الجمعة في الصباح يوم الجمعة، لأنه يحتجز يعني مساحة من المسجد عن المصلين. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.